مرحبا بكم في قناة ماضي للأطفال. اليوم سوف نتعلم حرف التاء في برنامج الحروف العربي. هيا نبدأ معا. حرف التاء هو الحرف الثالث في الحروف العربية المتكونة من 28 حرفا. هيا لنشاهد معا كلمات تبدأ بحرف التاء. تمساح، تاج، تفاح. الآن كلمات في وسطها حرف التاء. برتقال، كتكوت، كتاب. كلمات تنتهي بحرف التاء. حوت، زرافة.